اقول لك انت هتتكلم كلام، دقيقه يا عم العايد، عليا انت هتتكلم كلام على السوشيال ميديا، تتكلم كلام عدل، ما تتكلمش ما حدش هيتمنى حد يطلع معاه. على ايه طيب؟ الضوي غلب في سوهاج كله، احنا سيبناه يوم اثنين ثلاثه قال لك اضرب اليوتيوبر الكبير في سوهاج بالمركوب. انت يا احمد تعرف تضرب؟ يا احمد بل حالك يا احمد، انت راجع تعرف تضرب؟ لا. واذا كان انا تجاوزت في حق حد انا مسام، يعني انا بعتذر له. اذا كنت هالكلمتين دول كانوا من يومين. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، عامل ايه يا احمد؟ لو قلت لك معانا ناس الحبايبنا ومعانا وحش الغلابه هيمسي عليك وهقول لك كل سنه وانت طيب. لا تقول عامل ايه؟ ما سامعكش عشان انا حاط السماعه في وداني ومش مدي المايك طبعا، عشان هيترسم ويرسم الحوار. فانا طبعا انا اللي عدير القعده. طب انا اقول لكم ترند، ادي له قلمين قدام الشاشه دلوقتي عشان تقطعه. طبعا انا وليه بالظبط، انا اللي عدير القعده. احنا بس هي اللي يدير القعده، انت فاهم؟ انت طبعا انا عامل فيها هنا رفيع العزازي، وعامل فيها شيخ العرب هنا. واحد قال لي زمان عامل فيها منظره ابوك، فما تزعلش كبر دماغك، الناس كلها الحلوه هتسلم عليك. انا عايز اوجه كلامي بس لناس سوهاج اللي عندك واللي على صفحتي. طب انا دايما بقول اهل طب أهل طب اسمعني صلوا على سيدنا النبي الاول. اللهم انا لو ما قصدت بدايه القران. اسمع كلمتين، انا هوضح كلمتين بس للناس، وخاصه اهلنا وناسنا في سوهاج اللي مش فاهمين الحوار. اتفضل. عشان بعد كده اللي يزعل يزعل، وبعد كده احنا كلنا كفي الصعيد ما قدرناش نعمل حاجه مع سمر ابو هشيمه اللي طلعت قالت على حريم المغتربين الصعايده في الغربه الرجاله هتاخدهم لفه لو الكفيل طلب منه، وما عملناش حاجه. فاحنا عم بينوا وجهه نظرنا بس عشان خاطر الناس اللي هم من سوهاج زعلانين من الحق الضوء. بدايه الحوار والمشكله اصلا بدأت من عند أخونا العقبي، أن قالوا بلغات على الصفحة بتاعته من الحق الضوئي، أنه بلغات حقوق الملكية، أن في موسيقى من عنده أنت كنت منزلها عندك على صفحتك. فمدير الحقوق عندك، الناس اللي مش فاهمة يعني إيه ميدي، الناس اللي مش فاهمة يعني إيه ميدي، والناس اللي هتتهم الضوئي أنه هيقفل صفحات الناس، بمعنى إيش مدير حقوق؟ لو حد خد حصلت معاي قبل كده فيديو كان بتاع الحاج حشمة اللي كنت عامله انا وهو هنا في الكويت، واحد خده من على صفحتي وعمل صفحة باسم الحاج حشمة من غير ما حشمة يعرف، وخد الفيديو بتاعي اللي عليه اللوجو بتاعي وخده من قناة اليوتيوب ونزله عنده على الصفحة ونزله على مدير الحقوق، وجاني انا بلاغ على الصفحة اني انا منتهك الملكية الفكرية بتاعت الحاج حشمة والفيديو بتاعي، ونازل على صفحتي الاول ونازل على قناة اليوتيوب وعليها اللوجو بتاعي، ومع ذلك أنا الصفحة بتاعتي جاتني عليها مخالفة للناس اللي مش فاهمة وعتزيط في الزيطة. فالعقبي من بداية المشكلة أن في خلافات على حقوق ملكية في الموسيقى المقدمة، كان المفروض وأنا قلت له الكلام دي بينه وما بينه، كان المفروض أنك أنت تتصل بالضوء وتفهم الموضوع، وتواصلت معاك وقلت لك إيه المشكلة يا ضوء، قلت لي يا أبو تركي الموضوع، وأنا تفهمت الموضوع ومؤمن ابو ماضي تفاهم الموضوع. انا بمجرد ما بدات المشكله انا عملت فيديو كوميدي ساخر، لان الموضوع بالنسبه لي انا والكلمه دي زعلت مني حتى العقبي، او المعقول الموضوع تافه، فزعل مني. قلت له هتزعل ليه يا عقبي؟ انا الموضوع بالنسبه لموضوع بلاغ جي على الصفحه، كان انا اعمل له انت بلاغ نزل على مدير الحقوق. الناس اللي مش فاهمه اللي هي الضوء قفل صفحات الناس. طيب لما انت هتعرف تقفل صفحات الناس، ما كل واحد هيهاجمك وطلع شتم فيك، ليه ما قفلت له صفحته؟ مثلا يعني خلينا اكمل لك كلام. ما لما انت كده الوحش الميديا وانك انت اللي هتقفل صفحات الناس، الناس كلها اللي غلطت فيك او شتمت فيك، ليه انت ما قفلت لها الصفحات؟ دي الناس بس اللي عايزه تفهم الموضوع. قلت لكم ما تدوش الموضوع اكبر من حجمه، كان المفروض عليك برضو يا حمدي انك انت طلعت وضحت وجهه نظرك وما تزعلش. ولكن الضوي منا ما شتم على الناس اللي من سوهاج اللي هتشتم فيه منا، ما واحد يطلع. انا دخلت على بس واحد بدون ذكر اسماء، ولكن عادي اذكر اسمه، اللي اسمه ناصر مش عارف مين دي، ابو ناصر. انا دخلت على البث بتاعه سمعت الفاظ تدنى لها الجميل الجبين زي ما يقولوا، الفاظ قذره، الفاظ وسخه،
ابن مش عارف ايه وهحط العصايه فيها وسب في الديان ويقول لك انا ما اخافش غير من ربني، وهو نعل الاديان السماويه كل سب 100 دين اللي ما اخافش من ربنا دي. فمن ما انا اطلع الاقي واحد اشتمني على امي واشتمني على ابوي ودي عزيت من شرقه ودي عزيت من غربه ودي، ما انا لازم رد فعل ان انا اقول ان اي حد هجيب الجزمه يجيب سيرتي، مش على نص سوهاج كلهم ما طلعش الضوء قال انا نص سوهاج هضربهم بالجزمه او اليوتيوبر بتاع سوهاج، لا قصد الحق الضوء ان اي يوتيوبر من سوهاج هيجيب سيرتي او يغلط فيها هضربه بالجزمه، ومن حقه ومن حقه. انت ليه تجيب سيرتي؟ انت كسر عيني؟ انت لك عندي حاجه؟ انا يا اخي اقفل لك صفحتك، اعمل لي بلاغ انت واقفل لي صفحتي، انا اقفل صفحات الناس، اقفل لي انت اعمل بلاغ واقفل صفحتي، لكن ليه تجيب سيرتي وتشتمني؟ هذا اللي انا اقوله ومش خايف من حد، واللي يزعل يزعل. الناس فهمت الموضوع غلط، خدوا فيديوهات الحق الضوء وقصوها وركبوها على بعض. انت تسمع الفيديو كواحد من سواق تقول الضوء ده هيشتم علينا، ده الضوء هيغلط من بتوع سواق، واطلع رد ابو التركي والفيديو اتبعت لي، وانا اصلا متابع البث المباشر من الاول وفاهم الموضوع رايح ازاي وجاي ازاي، وعارف ان الفيديوهات اتقصت وتركبت على بعض. وما ادراك ما التركيب، فاكر فيديو الجزيره منما كانت مقصصه الفيديو بتاعه ومنزله لي، تشوف ابو التركي قلت انا عن نفسي رحت في داهيه يا ابو التركي. فربنا يكفيكم شر الناس اللي هتعمل وقيع. احنا في ايام كبيره، في ايام مفترقه، وكل سنه وانتم طيبين. انا اللي مضايقني اللي هم ما لهمش في الحوار ودخلوا نفسهم وزاطوا في الزيطه من غير سبب. المشكله ما بين الضوء والعقبي، ايه اللي دخل الناس كلها؟ ده انا من بدايه المشكله انا عملت لكم فيديو وقلت لكم انتبهوا للناس اللي هتدخل تفتن ما بينكم، انتبهوا بطريقه كوميديه ساخره. وعملت نفسي اكلم العقبي واقول له اديله، عملت نفسي ان انا اكلم الضوء واقول له العقبي فيه وفيه، على اساس انكم تفهموا الرساله وتخلوا بالكم. وفعلا الكلام اللي انا قلته حصل، وطلع واحد مش عارف من مين يزيط من غربه، وطلع واحد يزيط من شرقه، ودخل مش عارف مين في الموضوع. مشكله ما بين اثنين، ايه اللي مدخلكم انتم؟ كل واحد صفحته واقعه، بس الحق والعتب عليك يا ضوي. اقول لك ليه؟ لانك انت اديت للناس دي حجم اكبر من حجمي، وانت اللي شهرت الناس دي، وانت اللي شهرت الناس دي. اي واحد يتمنى من الصعيد كله من شرق الغرب يتمنى انه يطلع بس مباشر مع الضوء او الضوء يجيب سيرته. التركي اقول لك انت هتتكلم كلام، دقيقه يا عم العيد، انت هتتكلم كلام على السوشيال ميديا، تتكلم كلام عدل، ما تتكلمش ما حدش هيتمنى حد يطلع معاه. على ايه طيب؟ الضوي غلب في سوهاج كله. لا ما غلطش والله، سيبك من الحوارات اللي انت غلط فيها. قول لي الضوي اللي مطلعاه صفحه اسمها مش عارف ايه اسمي ايه ده مساعداه والناس كانت معاه، غلط فيه. الراجل قال لك اضرب الكبير بالجزمه. في مين؟ ايه في مين؟ ايوه في يوتيوبر اللي عجب سيرته. لا لا اللي عجب سيرته يا باشا، البث المباشر بتاعه عندي، البث المباشر بتاعه عندي عندي عندي. انا راجل ولا لي علاقه بيه ولا عندي. اسمع اللي اقوله عندي، سمحوا لك. اسمع اللي اقوله عندي، سمحوا لك. الراجل ده قال الكلمتين دول اثناء ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ اثناء كانش في راجل طلع، احنا سبناه يوم اثنين ثلاثه، طلع هو والعقبه مع بعضيهم، أيوة. والناس ايه اتصالحوا مع بعضيهم. أيوة. واذا كانت الفيديوهات مقصوصه، وذنب ذنب الناس اللي زينا احنا ازاي؟ واذا كانت انا لما يقول اضرب ابوك بالجزمه ازاي اعديها؟ واذا كانت الفيديوهات يا عم هو مش كبير على حد يا عم، اطلع قول يا عم انا معلش بتوع سوهاج يا عم، يا عم لو انتوا فاهمينها غلط انا اسف يا عم، مش عيب. سيبوا يا كبير على حد، مفيش حق الا حد. طب البث المباشر كامل عندك. لا يا باشا حصلت، انا سمعت البث مره واثنين وثلاثه، اللي هو احمد ياخذ يوم اثنين ثلاثه ان هو هات يا احمد، قلت الكلام ده انا واحد فيهم، ان هو اول بس عمله موجود العقبي عمل واحد وهو عمل واحد. ايوه اسمع اللي اقول لك عليه، قال اضرب بتاع سواج بالمركو. لا قال لك اضرب اليوتيوبر الكبير في سواج بالمركو. لا موجود. لا وعاد خلي حالك، وعادها في فيديو اثنين وثلاثه، خلي حالك اسمع الكلام اللي انا اقول لك اهو. ما لو جبت لك اديله كلام، اديله كلام خلي حالك. انت راجع تعرف تضرب يا احمد؟ خلي حالك يا احمد، انت راجع تعرف تضرب؟ لا يا حبيبي الكلام رسمي ودغري. انا ولا ليه في انا ولا ليه انا بكلم احمد جمال ابو ولا حد هيجامل مركب ولا حد هيجامل حد على قفعه. اقعد اقعد بعد اذنك عشان ما تركبش الموجه. قصص العقبه زي ما الناس هتقصص. اقعد بعد اذنك خصص دي ربنا مركب. اقعد بعد اذنك عشان ما قعد كبير معنا مركب حق عرب. فين فين الفيديو؟ فين الفيديو؟ قاعد ما قاعد الفيديوهات فين؟ وروني اطلع الناس دي الهولو ما تطلعوا الناس دي الهولو سميره ما تطلعوا بعد اذنك عشان ما تركبش الموجه. الهولو والبلد
لا لا غول يا غول يا يا احمد يا ابن الحلال احنا هنقول الفيديو متركب. لا ده انت هتقول له ان الصعيد كله يتمنى ان الجو حصلش. ليه يا ابوي انت ليه اول واحد طلع عمل قدم مستوى؟ انا اتكلم في حقائق. المدرس هيتخرج من وراه دكتور ومستشار. لا احنا مش هنتكلم على المدرسين والمستشارين، احنا هنتكلم على الناس اللي هتعمل محتوى على الميديا. يا غول باشا يا غول يا احمد هتقدم يا احمد بعد اذنك يا احمد خدمه للناس. ايوه يا احمد خلينا نسمع اتكلم. هتقدم يا احمد حصلت في يا احمد وقفت فيها. ايوه بيناقش قضايا بشكل كوميدي ساخر. يا رئيس سيبك من الكلام. انت لو مش مستوعب الفيديوهات دي مشكلتك انت يا احمد. يا احمد اول ما تخلص بعد اذنك هو اتكلم خلص كلامه. بس انت تتمنى خلص كلامه. ما اتمناش ابو عمرو خلص كلامه. طب خليه يسمعني قول انا اشيل السماعه عشان يسمع. شيل السماعه وخليه يسمعني. اسمع اسمع قول يا حمد. ما احنا ما سامعينش حاجه. نقول له يتمنوا يتمنوش. ايوه في ناس كثيره تتمنى يا عم. ناس كثيره مش احنا يا عم الحاج. انت ليه خدت الكلام على ده؟ ما انت قاعد جنبينا هقول له يوتيوبر الصعيد كله يا عم. انت تتمنى احنا ما اتمنوش. قول يا حمد يا احمد يا احمد انا اتكلمت وخليه يسمعني لو سمحت عشان راجل مؤدب. انا بقول يا حمدي بص يا باشا اول حاجه انا اعتبرني اقل واحد في الصعيد في اليوتيوبر بتوع الصعيد. هو يسمع من تليفون ثاني. سمعوا بس انا عايز يسمع الكلام. خد حط السماعه في ودنك عشان تسمع حمدي. لا ما تسمع اتفضل. بص يا باشا اول حاجه انت ما سمعت. اول حاجه انت بس اهدى بس عشان انا بخاف لو سمحت. اهدى عشان انا قاعد ومحترمك. اهدى كده عشان انا راجل خواف شويه يا باشا. انت يا ابن الحلال انا هتكلم برضه. بعد اذنك انا سمعتك. بعد اذنك انا سمعتك. اديني دقيقه وبعد كده. بعد اذنك اديني دقيقه وبعد كده كمل. بعد اذنك لو سمحت. اديني دقيقه وكمل يا باشا. بعد اذنك انا سمعتك بما فيه الكفايه وعايز ارد. لما تسمعني بس اقول لك كلمه وخد كلم كمل كلام. ما تركبش الموجة على حسابي. يا ابن الحلال انت احمد جمال ابو التركي هيقول لك الصعيد تتمنى ان الحاج الضوي يطلع معاها ويتمنى يا ابو عمو. في ناس تتمنى وفي ناس كافي يا ابن الحلال. يا باشا ولا انت حد هيقول لك انت اللي شهرت بتوع يا باشا على يا باشا يا باشا يا باشا. بص ولا حد يتمنى يطلع مع حد. اقعد وحده واسمع الكلام عشان بعد اذن حضرتك انت قلت بما فيه الكفايه. ما تركبش الموجه على حس يا عم الغول. لا انا قلت لك تركب الموجه. انا سبتك يوم اثنين ثلاثه انت صلحت انت والعقبي. ليه ايه ذنبنا احنا؟ بعد اذن حضرتك اقعد وانا اسمع يا غول. اسمع يا غول اقول بالله تسمع. اسمع يا غول اسمع. قول يا حس يا باشا صلي على النبي. الموضوع حصل اول حاجة زي ما قال احمد اقسم بالله الفيديو مقصوص. دي حاجة اول حاجة. تاني حاجة انا ما قلتش اني انا ادي اي حد في سوهاج بالجزمة الفيديو مع ابو التركي يشغلهولي دلوقتي على اللايف لو انا شتمت اهل سوهاج. انا قلت اي يوتيوبر هيجيب سير اسمي وهيشتمني زي اشرف ابو ناصر اللي شتمني بامي هديه بالجزمة والفيديو موجود يشغله ابو التركي على اللايف. تعال لي هنا انت مدلم. تعال لي هنا مدلم. تعال لي هنا عشان انت عامل لي كبير بلاد وعدو. والله ابو التركي كبير بلاد. اقعد يا راجل. اتفضل. انت راجل يا عمي كبير بلاد. انت يا ابوي انت ما... يا ضوي انت المفروض اللي زيك كان حكم دار. الناس مش شغل لي. انا راجل مش حكم دار. انا راجل يا باشا. يا باشا اسمع يا باشا. مش هينفع نتكلم مع بعض احنا الاثنين. اتفضل. اللي ركب للاسف الشديد الناس دي كلها علي اني انا ساكت. واللي ركبهم علي ابن بلدي للاسف الشديد هطلع اقول كده. انتوا طلعتوا كلكم تقعد سوهاج بتدافعوا على العقبي بدون ما تعرفوا الحقيقه فين. ولكن ابن بلدي جه علي ودي غلطه ابن بلدي
وانا دي اعرفها. شغل يا ابو التركي بعد اذن حضرتك البث. شغله منين ابو التركي؟ ابو التركي انت محمد البث؟ عمو ابو التركي عارف قال الشيشه دي. ابو التركي بس مين اللي شغل؟ يا اخي ما تخللش من الناس بعد اذن حضرتك. انا بتكلم معاك بكل ادب بس ابو التركي. بعد اذن حضرتك انا بتكلم معاك بكل ادب بعد اذن حضرتك. بعت ليش ليه برضه غلطه منه هو. بعت ليش ليه لما انا اول ما اتكلمت يا ابو التركي يا ابو التركي يا ابو التركي يا ابو يا احمد يا احمد هو ليه من اول دقيقه ما تخرجنيش بالصوت عشان بقول لك انا ممكن اخاف من صوتك. بعد اذنك يا ابو التركي بعد اذنك يا ابو التركي يا ابو التركي يا ابو التركي يا اخي خلي ابو التركي يسمعني بعد اذنك. اسمع من محمود دقيقه نسمعه. يا ابو التركي اتفضل كلم ابو التركي كلم اقول لك اسمعني يا ابو التركي. ايوه سامع. بعد اذنك لو انت منزل اللايف على تليفونك شغله. طب ما افصل البث. طيب انت ايه اللي انا قلته في البث؟ ما اقول لك انا لو شغلت التليفون هقفل البث. لا قول اللي انا اللي انت سمعته في البث. اللي سمعته في البث المباشر واشهد الله على ما اقول واحنا في ايام كبيره. قلت اي حد من يوتيوبر سوهاج هيجيب سيرتي مره تاني هضربه بالمركوب. وانتوا شويه عنوق وشويه مدلدلين اللي هيجيبوا واللي تمام علي. واي حد هيجيب سيرتي في حوار مره تاني هقفل صفحته. تمام صليت بين على النبي. طيب انت يا غول لما طالع تتكلم وحمقان عشان تكسب اهل سوهاج واخد بالك وتبان انك انت راجل بتكسب اهل سوهاج ما رديتش لما طلعت قلت الراجل ده شغال فتاحه في السياحه وشتمتني وطلعت على اللايف وشتمتني. ما طلعتش ليه رديت على ابو اشرف ابو ناصر السوهاجي اللي سب الدين وشتمني وشتم لوكسور وناس لوكسور وقال اجيبك من بيتك من لوكسور مكتف. طبعا صدق بالله هو ولا ناسه لا هو ولا ناسه ولا عيلته يقدر يجيب حد من لوكسور مكتف. دي حاجه. اول حاجه انا مع احترامي لي ابو ناصر ده انا ولا اعرفه ولا شفت فيديو ليه بس اسمع اللي اقول لك. في كلام انا ينفع نقولوه في التليفونات وفي كلام ما ينفعش. اسمع اضوي كلمتين حطهم حلقه في ودانك. انا من 4 شهور كانت في عليك حمله حلو الكلام وكانوا باعتين لي حاجات ليك حاجات ما ينفعش تتقال على ايه على البث المباشر حلو الكلام. ورحت انا طلعت قلت له اسأل يا محمود يا همام بتضوي وقول له الغول مش بتاع الحاجات دي وما ينفعش يعني ينفعش انت معترف يعني انت معترف يا غول يعني انت يا باشا يعني انت معترف يعني انت معترف انه من 4 شهور كانت في ناس عامله الكلام ده. اسمع دوعه الكلام ده هينفعك ويضرك عشان اسمع الحاج بتضوي بعد اذنك ايه انا بقول انا كل شويه بقول لك يا غول بقول لك لو سمحت وبكلمك بكل احترام. انا اسمي الحاج يا ابن الحلال انت مش عايز اقول لك اللي ليك واللي عليك يا ابوي اسمع مني. انا اقول لك من 4 شهور اسمع مني ليك جاني ليك حاجات ان انا اطلع عليها يا عم دقيقه بس دقيقه الحاجات دي هتبري حلو الكلام. وانا قلت لمحمود همام اتصل بالضوي قول له الغول في حصل معاه 1 2 3 ومش هينفع يطلع في حملة ممنهجة على الضوي. أنا ما أعرفوش أنا ماليش علاقة بيه أنا ما ينفعش أطلع عليها حلو الكلام. كلمت محمود همام يا محمود أعمل 1 2 3 قال لي ماشي وحاضر بلغته بالكلام ده طلعت عليك تبحت الناس. صلي على النبي صلي على النبي طب صلي على النبي عشان أنت مخلص الموضوع بصوت. بص صلي على النبي اتكلم واسمعني عشان مش هينفع نتكلم مع بعض نحترم الناس شوية. بس خلاص يا صاحبي اقفل البث يا صاحبي وانا اكلمك داخلي وابعت لك بالسكرينات بالحاجات الدلائل بحاجات يا ابو صاحبه الدايني والداينه. بص صلي على النبي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي يا جدع عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا باشا اولا انت اول حاجه انا لم اتجاوز في حق اهل سوهاج زي ما قال التركي والبس موجود هم خدوا الفيديو وقصوه وعشان يفتنوني مع ناس سوهاج. دي حاجه. تاني حاجه
تاني حاجة انت اعترفت نفسك دلوقتي بتقول ان حاج تطول من 4 شهور كانت في حملة عليه، يعني من 4 شهور قبل المشكلة دي، صح؟ حصل. يبقى انت معترف يا غول ان في حملة عليك. انا حصل، انا قلت لك يا ابن الحلال، ده انا اقول لك انا خليت محمود، ويمكن محمود اتوصل، انا قلت لك. بس لما وصلت للغلط فانت اللي هتوجع نفسك. يعني انت دلوقتي يا باشا اسمع مني، انت يا راجل، انا قلت لك ما ينفعش، في حاجات كده مش هتنفع يا باشا. اسمع مني بعد اذنك. يعني انت يا باشا اسمع مني، تليفون يا باشا موجود. اسمع مني اللي بقوله لك. بص، انت اعترفت يا عم يا عمي ان انا في حمله معموله. حصل يا ابن الحلال. في برغم ان انا كنت ساكت وما بتكلمش محترم، وعاملين حمله علي. يا حمدي صل على رسول الله. الغول فاهم غلط. الغول اللي وصلوا له الفيديوهات، اسمعني الغول، انا بس عايز عشان اوضح لك وجهه نظر الغول. والغول ليه محمود؟ الغول اللي وصل له الفيديوهات، قلت لك المفبركه المقصوصه المتركبه مع بعض، ان الحق ده الضوي هيشتم على يوتيوبر سوهاج كلهم، تمام؟ فاهم؟ فهو ما فهمش الموضوع ده. يعني حتى هو اول ما عمل الفيديو انا ما كنتش اصلا متخيل ان الغول يدخل في الموضوع. انا يا احمد، انت سمعت الفيديو، انا تجاوزت حق سوهاج. يا راجل انا اقسم بالله، انا عايز ايه منك ولا من غيرك؟ انا اقسمت بالله انك انت لا غلطت لا في سوهاج ولا في اهل سوهاج، انت فاهم؟ ولكن انا قلت لك انا ما كنتش متخيل ان الغول هيدخل في الموضوع، اللي هو ابو الغول فاهم ميديا وعارف ان الفيديوهات دي بتترفض. المشكله في حاجه يا باشا، انه للاسف الشديد المشكله انه كل الناس اللي طالعه الزيط دي شافت الفيديوهات المقصوصه اللي على التيك توك. ايوه الفيديو أيوه. باين مقصوص يا احمد، الفيديو باين مقصوص، وده حتى في التعليقات، حتى في التعليقات وهو اعترف، قال لك يا حاج الضوي من 4 شهور ناس بعتت لي وقالت لي اعمل حمله على الحاج الضوي واكفل له صفحته، وده واحد من بلدي اللي عمل كده، اللي هو هيجي الدنيا للاسف الشديد، اللي عايز يركب الموجه ويطلعني انا وحش قدام الناس يا احمد. طيب صل على رسول الله، خلصت الموضوع، احنا صفينا الامور، وانا النهارده احنا مجموعين في الخير، والموضوع دي هنقفلوا عليها تاني. واي حد ليه عندك حاجه يحاسبك بيها بالقانون يتفضل، موضوع القانون مفتوح. وانت رجاء طلب شخصي مني ليك، ما تردش على حد تاني. لا مش هرد، بس انا صدقني اسمعني، بس اسمعني يا ابن الحلال، انت كمل في طريقك وكمل في المحتوى اللي انت هتقدمه، ما تردش على مهاترات. انت راجل ماشي في طريق دلوقتي سكه التمثيل وسكه المشاهير. قول يا احمد فعلا، قول الصعيد ثاني، انت جابوك واسع على الصعيد، والله العظيم اخدك في الشيشه في القشه. بص يا احمد، يا احمد صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احمد دي حمله ممنهجه يا سيد اخوك على الحاج الضوي اللي توشيش سمعته، وانا راجل لو مؤاخذه عندي دم، وراجل مش هقبل، اساءتي يا اخواننا. انا يا اخواننا هو الغول ده اللي في الحكام عايز ويطلع هو سعد زغلول قدام ناس سوهاج. لا 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 اسمع مني، لا لا اسمع مني، اشرب مقات، لا 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 اسمع مني يا باشا، هو عمل ايه يا باشا؟ اسمع مني، لا اسمع مني، طب اسمع يا باشا، اسمع مني، لا لا طب ليه ما طلعش يا باشا، ليه ما طلعش انتقد يا باشا؟ اسمع مني، ليه ما طلعش زي ما طلع شتمني؟ ليه ما طلعش شتم اشرف ابو ناصر اللي شتمني وشتم؟ ما حدش يعرفه يا عم مين اشرف ابو ناصر، على الطلاق ما كنت عارفه غير من الفيديو دي، مين اشرف ابو ناصر؟ انا ما اعرفوش يا اخي، ما اعرفوش انا، اغلط فيه ازاي؟ انا اقول لك انت تعرفه؟ طيب لا اعرفوش. طيب ايه كده؟ يعني كلمه ما اعرفوش دي سبه وشتيمه فيه يا حاج ضوي؟ كل الموضوع سوء تفاهم، الفيديو لما تركب وتقطع وتلسق احنا صدقنا كلنا، صح كده؟ دقيقه مش عارف، انا كلمه ما اعرفوش مش سب ولا شتيمه فيه يا احمد، ما اعرفوش والله. هو انت ما اعرفوش، اقول الفيديو تاني، انا حافظ الكلام اللي قلته يا احمد، تمام؟ وممكن اقوله دلوقتي تاني.
بس احترم الناس. بص يا احمد صلي على النبي، انا الموضوع ده اللي هفتحه تاني، ولا هطلع اتكلم فيه مع حد، واللي معاه حاجه القانون قدامه، اللي جبت اسمه فيديو القانون قدامه يطلع يقاضيني. ثانيا انا مش هفتح الموضوع ده مع حد تاني، والموضوع خد اكبر حجمه، والموضوع ده قبل ما يقلل من اي حد قلل مني انا. خلي بالك بالظبط بتقول عرتونا وجبتونا الجرس بالظبط، بدل الناس ما كانت. هقول لك على حاجه اقسم بالله، اللي تلاقي شغالين عيشت معلينا دولي، تلاقي امهاتهم ما تصرف عليهم في البلد، ولا اللي تلاقيه جايب كارت فكه بخمسة جنيه وشغال يشتم على الناس اللي في الغربه، واللي هتشتغل واللي هتعمل، وتلاقيه يدخل يقول لك انتوا فضحتوني، انتوا جرستوني، انتوا مش عارف ايه، انتوا ايه، انتوا ايه. لا احنا اللي فتحنا المجال للناس دي، ان هي واحد مثلا ابو التركي والغول فضحتوني، وانتوا الثلاثه واحد كتب انتوا الثلاثه ما تسواش. طب الراجل دي مقاول مشغل 20 واحد زيك اللي كاتب له تعليق. انا الحمد لله راجل معروف، انا راجل كبير بلاد طبعا ما اشتغلش كبير ايه، كبير بلاد كبير ايه، عدها له. طيب ما انا هقول راجل مقاول، الناس قاعد. طب ما انا هقول راجل مقاول، عدها له. طيب ماشي ماشي الامور، هحاسب لك على الافوكات. ماشي الامور، كان كده ماشي. انا كبير بلاد الناس طبعا. يا احمد يا احمد النهارده وقفت عرفات، ويجعلنا كنا نوقف. انت خليها وقف، خليك فيها وقف يا باشا. عيب لما يقول يا باشا، عيب ونعمل يا باشا بعد اذنك، ونرجم ابو التركي هناك يا باشا بعد اذنك. عيب 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 لما يتقال اقفل البث المباشر، عيب. واحنا ناس مقربين وناس من عائلات. لا ده هو يقول هات الفيديو، اقول اقفل البث وهات الفيديو عشان يسمع الفيديو الحقيقي. طب 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 يعني تجيبه ازاي يا باشا؟ طب حولوا عند حد وخش معنا في اللايف تاني يا ابن الحلال. والله والله انك صادق، واقسم بالله انك ما غلط لا في سوهاج ولا في يطوب. وانا هقسم يا غول يا بص صلي على النبي، وانا هقسم لك برضو، وانا هقسم لك بحاجه اقسم بعز جلاله الله، انا ما قفلت صفحات لحد، والمخالفات اللي راحت اقسم بالله لا 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 لا, 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 لا العقبي انها راحت من مدير الحقوق، ما لمست اصبعي فيها. يا عم احنا عارفين الكلام ده كويس، بس انت زي ما هيقول ابو التركي، عادين همشي معاك واحد واحد. انت خانك التعبير وقلت كلمتين من حرقتك، تمام قلتهم من حرقتك برضو، خانك التعبير برضو، اطلع بقى هاود الناس، خدوا على هواك، اطلع قول يا جماعه اعتبروا اعتبر خان التعبير، ومعلش انا اخوكم الكبير، مش عيب ولا حرام يا باشا. مش عيب ولا حرام، هقول لجمهوري، لانك انت طالما طلعت على الضوي اشرف ابو ناصر ده يوتيوبر من عندك من سوهاج، شوف اللي قالوا عليا يا حبيبي. عارفين والله والله عارفين. فين الفيديو، فين الفيديو الثاني ده بتاع اشرف ده؟ ما عارفوش والله. ما انت عارف، ما انا هذا اقول لك على صفحته يا باشا بعد اذنك. يا باشا اشرف ابو ناصر، هات واحد اسمه اشرف ابو ناصر. التليفون الايفون الثاني في واحد جنبنا هيقول انا ماسك له الصفحه. ما عارفوش اقسم بالله. ثواني يا باشا، اول مره اشوفه. يا باشا بعد اذنك، هو مش عقد يا باشا بعد اذنك فيديوهات، ده هو عقدم فيديوهات صوتيه باين. يا باشا بعد اذنك انا هسمعك دلوقتي يا باشا، استنى انا هسمعك اللي قاله بالظبط. لا 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 بالله عليك، الايام كبيره ولا حرز يوم عرفه حيكون عليكم النبي اليوم عرفه. يعني انا وايام مفترض، انا لو ماخذه انا لو طلعت في لايف، انا لو طلعت في لايف وقلت اجيب فلان من سوهاج، يا باشا اسمع مني، يا باشا اسمع مني لو سمحت يا ابو التركي. عشان دقيقه بس، عشان اشرف ابو ناصر تقريبا معنا على التليفون. الو انت معنا على البث المباشر، قول له قلت اتشرف بحضرتك، اتشرف بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص اخويا، انا متابع البث بتاع الحاج دوي وبتاعك انت واحمد تركي والبلاخ. تمام. عم اشرف اول حاجه، انا عامه اول مكالمه اتلقاها منك صح؟ انا طب ماشي ماشي ماشي. ثانيا يا عم اشرف، انا واحد من ضمن الناس ممكن ما اعرفكش اكيد، او ممكن الحاج الدوي ما يعرفكش، او احمد جمال ما يعرفكش. لا نعرف، كنا نساعد ونرسل له نجوم، وكنت اعلق له على الصفحه، وكنت ادعم انا واخوي. انت كنت تساعد وكنت عارفه، بس انا ولا الغول ما نعرفوش. اي والله احنا شو يا بس تفضل قول اللي نفسك فيها على البث المباشر. والله على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، كل عام وانتم بخير جميعا وانت طيب. بص انا اول حاجه انا عندي
صفحتين في واحده داخله على 300,000 وواحده داخله على 200,000 اتقفلوا من 7 شهور او سنه بالظبط. تمام يا باشا، لو انا قفلتهم انشر الاشعار، انا عملت لك مخالفات على شتيمتي. سمعينا طب انا يا ابني انا كنت تدعم. لحظه يا حمدي، انا كنت ادعم يا حبيبي. لحظه خليه يتكلم والكلام مردود عليه. لحظه قول يا عم اشرف، قول يا احمد التوتي. نعم اسمعوني، عشان في لحظه في الحكايه لما نهضش الحد عمره ما هضش حد. يلا ماشي، ما احنا عادينا سامعينك ومسكتين حمدي عشان نسمعوك. ما احنا هنسمعوك والله. ايوه عندي صفحتين يا جماعه، اتقفلوا من 7 شهور او سنه. اتقفلوا من مين الصفحتين؟ اتقفلوا من حج الطوي. عندك اشعارات بالكلام دي؟ معك ما يثبت. ايوه يا باشا اقسم بالله العظيم دقيقه انا ما اعرفه يا جدعان. دقيقه يا اخي، ياخي دقيقه يا باشا، ممكن نرد؟ احنا هنرد عليها يا باشا، هرد بعد اذنك يا باشا. لا خليك تكلم، يا ابني ازاي انا قفلت لك من سنه وانت من 5 شهور منزل لنا صوره بتدعي لنا في الحرم. طب اصبر. ايوه قول يا اقسم بالله ما حصل يا ابويا. طب اصبر يا ابو دقيقه. قول يا اشرف. تمام، هتقول قفل لك صفحتين من سنه. طب انا معلق لك من شهرين في اقفل الباس. ما قلنا اصبر خليه يتكلم يا اخي. ماشي قول يا عم اشرف، من 7 شهور قفل لك صفحتين. الو، من سنة قفل لك صفحتين؟ ما عرفوش من سنة أخوه. كله هاي في الهيصة والله. إيه يا حمدي، إحنا هنحترموك. خلاص يا عم ماشي يا أحمد، معاك يا أحمد. طب أقول لك أنا يا عم أشرف، الصفحتين اللي قفلهم لك، عندك إشعار أو عندك دليل إن حمدي الغبري هو اللي قفلهم لك؟ يعني بناء عليه أنت اتهمته إن هو إن هو كان السبب بقفل صفحتك. الو، اكلمنا دول الراجل، فصل رصيده الراجل. بص يا غول آه. صل على النبي، والله هو على ما اقوله شهيد في ليله عيد. الراجل ده تواصل معاي من 7 شهور 6 شهور. تمام، كلمني اخوي سعود في فرنسا، قال لي في واحد اسمه اشرف ابو ناصر بيقدم محتوى صوتي. يا ما شايفينا يا اخوان، حتى في عرضانهم قاعدين في الحرب. يا اخواننا اسمعوني بعد اذن حضراتكم. سامعينك يا اخي، احنا سامعين متولي الشعراوي. قول. ايوه اخوي تواصل معي من فرنسا، قال لي في واحد اسمه اشرف وناصر بيقدم محتوى وعايزك تدعمه. الكلام ده من 5 شهور او 6 شهور او 7. تمام، الراجل ده يا جماعه صفته، الراجل ده دخلنا على صفته الجنابه ياخد فيديوهات لناس اجنبيه وبيعلق عليها، بالتالي الفيديوهات دي محطوطه على حقوق. مش احمد موسى برضه. تمام يا احمد. فالمهم ده كلمني في التليفون، ازاي انا يا جماعه بالعقل قفلت له صفحه صفحتين من سنتين ووصل له بيهم اشعار انه الحاج الضوي قفلهم له، وهو من شهرين كان طالع معي لايف وبيشكر فيا وبيقول لي شكرا على دعمك. يمكن الثاني فاهم غلط. ازاي يا جماعه واحد منزل لي صوره في الحرم بيقول ربنا يبارك فيك انت واخوك سعود عشان دعمتونا يا جماعه. انا يعني اقول لك على ناس كانت طالعه تمدح في الضوء دلوقتي قاعده تشتم فيه يا ابني. ايه مالكم؟ طب دقيقه بس، بعد اللايف ده يا غول بعد اللايف ده هنزل فيديو هكشف لكم حقيقه الراجل ده. هنزل فيديو لاخوي سعودي منزله بالمحادثات بكل حاجه عشان وتفرجوا عليه، هتعرفوا ان الراجل ده كذاب وانا ما اعرفوش من سنه ولا ازاي. يا غول انت مش فاهم سوشيال ميديا وانت أيوة. انا هكفله مين اللي فاهمين سوشيال ميديا؟ يا ابوي انا هو على طلب عن بعض ناطح جايبين اتنين. يا بني ادم افهم انا الراجل ده اقسم بالله ما اعرفه ولا والله ما فاهمين. قال سوشيال ميديا، انت فاهم سوشيال ميديا؟
انت دلوقتي ما فهمتش والله بغير ايميل دي والله دي بغير باسورد شغال في والله في النجاره وخبط الخشب انا شغال في الركاب يا بني ادم افهم يا باشا اسال محمود قول له لما اتكلمت مع حمدي لقيته فاهم بيعمل مخالفات ولا مش بيعمل محمود همام اسالوه يا ابني انا ماليش في المخالفات يا ابني ده مدير الحقوق الناس زمان كانت تاخد فيديوهاتي بيجيها اشعارات وانا بتنزل لهم عنها يعني هو موضوع انه يوصل لك اشعار من حج الضوء انه يمتلك الحقوق ده مش معناه مخالفه يا جدعان ده معناه بيقول لك انه الحج الضوي صاحب الحقوق وانا لي الحق اني اتنازل يا محمود همام ما فاهمينش الحوار ده محمود بس اقول خلصت الموضوع يا حمدي احنا في ايام كبيره ومفترقه والحمد لله الناس اللي هي اللي فهمت واللي ما فهمش سلم عنه فهم زي ما قلت لك كمل في طريقك ابن الحلال والغلط مردود لاصحابه وكل واحد اساء ليك او شتم على امك او ابوك مردود له في عياله وفي اهله وناسه كلمتين للدور يا دقيقه بس عشان عقب اللي معانا برضه ماشي دقيقه عشان عقب ماشي بس يقول كلمتين للراجل نفسه حج الدو سلام عليكم الحاج انا من جينا مركز ابو تشت حبيبي والله بحبك على المستوى العام وبحب العقبة على المستوى الشخصي بصراحه حبيبي فاتمنى صلحك مع العقبة لانه محبوب بصراحه زيك مع بعض عيش ومال انا بدل اللي بقوله لك والله يا بصوا يا جماعه بصوا القصه وما فيها اللي انا زعلني انه العقبي رقمه معاي كرن علي قال لي في مخالفه العقبي معايا لكن معلش انت عاد بس انا اتمنى صلحك مع العقبي بجد والله لانه العقبي مش شخصيه ما فهمش حاجه بيني وما فيها كاتلين مش بقولش كده يا اخي يا راجل روح صلح مع العقبي ده مش بلغات اتفضل يا عقبي اتفضل يا اخوي معك الحديده اتفضل ماشي كفو عليك كفو 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 مع السلامه يا اخوي اتفضل حبيبي اتفضل انت ليه تتكلم معاه مين يا كوه زعل وقفى اي والله ليه زعل مني انا وقفى زعل منك انت ما زعل مني اني ما هو صالح اتقمص مني انا على طول لا يا اخي دقيقه اخوان احنا عايزين نوصل ان احنا اخوان واذا كان انا تجاوزت في حق حد انا مسامح يعني انا بعتذر له اذا كنت طب هالكلمتين دول كانوا من يوميه هم بس عايز هم الكلمتين دول عايزين منك من يومين بس عايز برضو عايز عقبي دقيقة بس يا عقبي احمد جمال مش في البث صاحبي هذيك انت على هوا يا صاحبي وتكلم اللي انت عايزه صح شايفني خيانة الرجل المحترم والله شايفني هو على البث اتفضل يا صاحبي بس عشان ما اخبطكش شايفني هو اتفضل على صوتك على صوتك هيا ماشي معاه يا اخي تكلمنيش انت هيكلمني الغول ما تكلمنيش عشان ما اخبطكش بالشيشه هات لي ابلع الشيشه حارقك ابو التركي لا اقلع لي الشيشه ليش عشان انت ما تجيش ظهور عندي ماشي يلا كمل يا ابو ضوافر انت مخربش قول صح كمل يا حمدي يا اخي مكملش انا اقول يا اخي لا زي بعض عشان الناس اللي معانا اولا هو يعني انا عن نفسي هو راجل قال يا مدلدلين يا عنوق يا كذا يا ولاد الكلب يا ولاد الوسخة ما قالش اي شتيمه ما قالش هو معترف بكده بامبو هو معترف بكده ودلوك الراجل قال يا عمي يا اخوي اتفضل طلبت منه يعتذر لحد بشخصه لا كله تذكرش حد ان كنت انت هتتلاون صح مش عيب انك انت تقول ان انا غلطت الصراحه في الغلط يا جماعه وزي بعضه انتوا اخواتي الصغيرين وانا غلطت فيكم وانا زعلت منكم بقول انت اخواني بقول انتوا اخواني الصغيرين ديما قال يتكلم اصبر اصبر كلم يا كمل عمي تمام يا غالي انا ما غلطتش حاجه اولا انا عامل له ابعت لك سكرين شوت دلوقتي بالمخالفه وانا كاتب فيها ان انا صاحب حقوق الطبع والنشر ومقدم نساء رفض النزاع اسألوه طيب بعد اذنك سؤال اسأله يا غول قول له بعد اذنك يا غول اسأله بعد اذنك قول له الحاج الضوي شارك منك محتوى ولا مقدمة موسيقى انا ما قلتش فيه اسأله يا غول الحاج الضوي هيقول لك هو شارك منك محتوى ولا حاجة قبل كده انا نزل 2017 كان نزل قبل
طب ازاي؟ دقيقة بس، دقيقة قول له استنى دقيقة يا غول قول له ازاي انت منزله في 2017 وانا اللي اديك المخالفة عليه وانت عندك مدير حقوق؟ انا منزل الفيديو بتاعي في 2017 هو منزله في 2018. طب ازاي انت نزلته الاول وعندك مدير حقوق ما قالتلوش ليه هو مخالف؟ يا ابني دي مقدمه عاملها لي في بي تي في. يا ابني ده مقدمه في حفل، دي موسيقى مشتركه بيننا. ما تصبر خلينا نسمعه يا ضو يا اخي. ماشي انت مش قسمت له، انت من الناس اللي انه هو عانش يوتيوبر الصعيد يا لؤي. يا عم انا قال له واحد يا اتاسف يا بتركي يا اخي دقيقه يا ضو والله انا اقل واحد فيهم. يا اخي اسمع خلينا نسمعه. حمدي انت مش ماشي، انت مش احسن. حمدي على ايه يا حمدي؟ انه هو ما هانش حد. حمدي انه هو مش هتمشي ناس ولا يوتيوبر سواق اللي غلطوا عليه وشتموا عليه. لا انت كذاب، قال كلكم بلا استثناء. ايوه انت صح في دي، انت صح انت صح في دي يا ضو. استنى انت صح في دي يا ضو اللي شتموا عليه، اللي شتموا عليه وعجيب سيرته. يا ابو كان في سعد بيقول عليه ها؟ لا كان في ناس اللي شتموا عليه كلكم بلا استثناء. قال كلكم بلا استثناء. يا طب مين اللي هم كلكم بلا استثناء؟ مش اللي جابوا سيرته؟ قال كلكم بلا استثناء. مش اللي شتموا عليه؟ لا قال كلكم بلا استثناء. اللي شتموا، اللي شتموا وبعثوا رسائل على الخاص، اللي شتموا مين العارف دي؟ انا عارف مصر كلها دي لو كاترين من تحت. ايوه اقول لك يا حاج طلع النبي بس انت تعبوك الكلمتين اللي انت قلتهم دلوقتي اللي انت قلتهم يا ابوي خلاص تعبوك يا ابوي خلاص بس يا باشا صلي على النبي اكسب الناس يا اخي كسبت الناس والله بس طيب انا كلمتين طب ممكن اقول حاجه ممكن اقول حاجه قول يا حاج قول ممكن اقول حاجه بعد اذنكم انا عايز اقول للعقبي هو على فكره انا بحترمه وبحبه وعارفه راجل يعني تمام طيب بص قول له بعد اذنك لما كنت في البرنامج مع ضياء رشوان في القاهره مشكله قول له يا اخي قول له وحياه بنتك وحياه اولادك لما كنت انت والمطعن و و و و والحاج الضوي في القاهره في البرنامج وكنا بنعمل بروفا قبل البرنامج والراجل مع المطعن يصور الرياكشنات احنا وماسكين في بعض وراح المطعني دي صور بروفا وراح المطعني نزلني انا وماسك في العقبي وبيقول شوفوا الحاج الضوء بيشكل معانا قبل البرنامج يكتب هو ايه يا جدعان قال كان عشاكل معاكم يا حمدي قبل البرنامج لا ابو يعني ما انت نزلت صوره وقلت نقول عشاكل معاي وانت اللي قلت امسك فيه لا دي هنا دي غير دي غير دي يعني في ناس يا غول دي غير دي في ناس فتنة في العشرة يا جدعان ما تلونش انا اللي منزلها على صفحتي وانت وماسك دقيقة بس اسمع اصلك يا حمد ربما نعمل كل الدوار مع بعضينا نعمل حاجة عن كذب فهذه سألك اندورنا بالوضع دي يعني دي موضوع مدفوق يا عقبي لحظة يا عقبي يعني دي الموضوع دي مدفوقين انتم مع بعض يعني يا باشا انا كل بص استاذ يا اخوان اسموني اتكلم يا غول يعني دي رياكشنات من ضمن البرنامج الحلقه اللي كنتوا عايزين تقدموها اللي نزلها الواد طب واللي نزلها بنفس الموضوع اللي انت هتقوله دلوقتي ولا نزلها اللي هو اتخانق معاكم لا هو لا مين نزلها هو ما يحكي انه هو في هناك مرشد لمع كذا وكذا فمسابق ما الناس عارفه من الناس مش بهايم يا ابو التركي ازاي ليه تنزلوها طب ما هو مصطفى برضا ما هو مصطفى يا باشا اسمع مني ما هو مصطفى ما هو مصطفى نزل نفس الصور وقال اتفرجوا يا جماعه هذا الشكل مع الناس كان في البرنامج والصور على صفحته طيب طب هم ايه ذنبهم طيب في الموضوع دي يا حمد المطعن ينزلها برضو يا اخوانا على صفحه ابو المطعن على المطعن ينزلها وقال انه علي الطلاق من بيتي وحات الايام مشترك اللي نزلها يا جدعان ونزلناها يوم ما كنا مع بعض في البرنامج وعمل لي حفل يعني المطعن ينزلها وقال كان عايشاكل معانا الدور ايوه يا باشا وقال عايز لا لا دي تقولش المطعن قال وعاد يا غول ما هو اللي هيقول الضوي يا غول نزل الصور المطعني على صفحته ومحمد عبد اللطيف صغير صحفي شاهد اسمع مني وراح مش المطعني العقبي اسمع مني
راح نزل على الصور المطعني بعد ما رجعنا من البرنامج صور البروفا انا وماسك في المطعني وماسك في العقبي وكنا بنعمل بروفا عن قائمه الزواج وراح كتب عليها شوفوا يا جماعه ازاي الحاج الضوي بيتشكل معانا في البرنامج عايز يظهر لوحده في البرنامج ومشينا احنا ازاي التليفون العادي. طيب هقول لك على حاجه لم الموضوع. طيب بص يا باشا بص صلي بين على النبي عشان انا دمي اتحرق. ايوه اهو هو دي العزيز وصلت لي كلمتين. يا باشا بص العقبي يا باشا اسمع مني العقبي دي العزيز وصلوك لي عشان كل ماله تغلى. باشا اسمع مني اسمع مني العقبي هم قزقسين الفيديو بتاعك. يا باشا اسمع مني العقبي 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 راجل دخل بيتي والعقبي راجل ضيفني في سوهاج والراجل اصغر مني وانا بقول له اذا كنت انت حسيت ان الكلام ده متوجه لك انا بعتذر لك عشان احنا بنقدم نفس المحتوى. ثانيا ما تصدقش اسمع مني ما تصدقش اي حد يركب الموجه وتجار المشاهدات يا ابني عشان اقسم بالله الناس اللي طالعه معاك دلوقتي لها تسجيلات صوتيه عندي انا لو مش ابني ناس هنزلها لهم بيشتموك والله. احنا اكبر من كده يا حاج دو سايق عليك احنا النبي أكبرني. احنا عايزين نراضى الناس كلها جمهورك ده عايز يتراضى واحنا كلنا عايزين نتراضى يا استاذ احمد ابو الترك الناس كلها يا عم انا مفيش مشكله يا عم سيبوني في حالي يا عم الناس يا اخوانا بصوا صلوا على النبي انا عايز الناس حاجه واحده يلتوا حاجه اسمها الضو يا اخي سيبوني في حالي. ما حدش هيسيبك في حالك لانك انت شخصيه عامه لان في ناس كثيره نفسها توصل للي انت وصلت له. لا وكلكم واصلين ليه هبص نقول بيبص لك ازاي انت ايه ايه في مالك انت يا عمي يا عمي ما انتوا كلكم نجوم معقول ايه اقول في ناس نفسها توصل لك يا ابن الحلال احنا من غرضنا من البث كله ومن الليله دي هو حمد الراجل طلع قال لك عفى الله محمد سلام انت برضو ترجع وتقول هو ايه يا ابن الحلال ده عايز يولعها بقول لك عايز يولعها ده برضو عشان يعملوا عايز يولعها يا انا عارف يا دي ابو ترك يا حاج دوي دقيقه برضو طب انت شفت البث اللي عامله دقيقه المطعني معانا دقيقه المطعني دفع المطعني ودينا ده حرب اشتغلت يا كحلي ملايين ابو ترك على راسي بس ابو ترك عايز يشيل لي شيله يا راجل ليه عايز يشيلك ابو ترك منافق لحظه ابو ترك منافق انا ابو ذكر اللقب الجديد يا ابو ترك انت حبيبي بس ما تركبش وبس لا ما لازم اعمل صفحه عليها بلاغات يا عبيط لازم اقول مشاهدات عندك بس فرصه نتكلم الصور اللي اتكلم عليها الحاج العقب اللي كانت يوم البرنامج في بروفا وكنا عنها اكيد احبكم انا الجمهور عارف كده. طيب انت نزلتها تاني وقلت انه كان اتخانق معاني انا الكومنت هزار ومزح الضو متعودين امزح بس يا وسام دقيقه الضو متعودين ما اسمع بودني ما حاطط فيها السماعة يا طيب انت 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 مطعني قال نزلت الصور تاني بعد ما نزلها مصطفى رضا وقلت انا هنزل وهنقول له اسكت يا عقبي قام يا ضوي خلاص عادي يا اخوان احنا ناس كبيره وانا هنزل في حاجه زي الفيديو اللي انت عملته وبعد كده يا الله هو حلو اللي هو اللي وصل لي الصوره انا طبعا انا غير الناس كلها هو انا بابا المجال انا اللي عارف هنا انا حط عليهم شرب ضحك يا ابو الترك هو المطعم حط عليهم ضحك يعني معروف هو الضحك اسمع له استاذ حسن وانت عارف حسن هو الضوي فاهم غلط يقول ده المطعني كمان نزل الصوره وكتب عليه هو عارف كده وهنا هنقول عليك على الملا عم هزره يا ضوي وما كتبناكش ولا قلنا حاجه او حسن الناصر ده راجل محترم واللي اسمه الاستاذ حسن مش الواد اللي مع المطعم هو اقول لك استاذ حسن محترم والله ابو التركي ما يعرفش ان انت يا ولد الالف قاضي ولسه فهمشي وانا اتهدى مار ما بص يا باشا بص يا باشا لو عنديكم بقى بص وانت دخلت مين كذاب لحظه اديني العقبة يا ابو التركي 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 انا خلصت يمين قدام الناس كذاب يا راجل اتصدق تاني مين كذاب يا يا انا كذاب يا غول يا غول انا انت مش انت مش ايوه فعلا اقسمت بالله اطلع من البث يا غول
ما تطلعش عارف شايلوك حق عرب تاني يا من الاخر انا قلت لك لم بس من الاول قلت لا دلوا كلها على التليفونات يا عم اشرف اللي هو تقريبا اللي عبد الله عم اشرف لو انت سمع لي في البث رن علي ايمو التليفون الثالث انا عندي يا عم هنسمع مين ده اثنين معانا وعايز يدخل الثالث انت شبكت البلاد كلها الله يخرب بيتها بس يا ابو الشرطي عايز اقول لك حاجه لسه برضه يا رب ابو الشرطي الصورة وضحت يا مطعني خلاص وفهم الموضوع وحمد وفي لا لا خلاص انتهى الموضوع وصلينا على النبي لا ده وقفت عرفات صلينا على النبي ده مصطفى رضا هيرن علي لا لا خلاص كده انا اسف اسف يا باشا بعد اذنك مش هندخل مش هندخل حد مش هندخل حد مش هندخل حد انت يا انا احترمت المطعني احترمتكم كلكم الا ده لا يا دوي يعني انت دلوقتي عندك ايه عندك اثنين اللي مشوارك معاهم مصطفى رضا واشرف ده تقريبا صح مصطفى رضا ده ما يخشش نهائي معاي في لايف الاثنين مصطفى رضا ده ماشي مش هيدخل بس واهدى بالله يا جماعه العقابي والمطعني احنا صلينا على النبي على كده ومحدش يجي يفتح سبت الموضوع دي تاني حمدي بالله عليك بقول لك يا احمد هي. لا يا احمد هتقول ايه يا حمدي لحظه ابوك اتشتم ابوك اتشتم انت لا ما ابويا ما اتشتمش انا بس خلاص يبقى امك اتشتمت لا ومحدش يقدر انت يشتم على ابوك ولا امك اهلك شتمهم لا احنا دلوقتي هنرد في الكلام كتير ولا انا خلصت الكلام بقول لك طب لحظه يا حمد خليني انا طب التليفون قول له خلص وافصل في الموضوع عشان انت طب خليني التليفون الثالث بقى العمده خلصت الموضوع وخلاص التليفون الثالث بقى العمده قول خليني ارد لا مش هخش مع حد لا مش هخش خلينا رد انت مش هخش مع حد انا قادر اكلم 20 واحد شغال شيل تليفونك كده صل على رسول الله يا حمدي انا هكلم بس العقبي لحظه معايا عقبي هو هتقول ان هو شتم على اليوتيوبر السعيد السهاج تحديدا انا طلعت يا اخوان انا طلعت لحظه طيب غير حمدي لما قلت لك من بدري قلت لي لا لحظة يبقى في حق عرب لو طلع لحظه يبقى استحمل بقى خليها الليله وتخلص مش انت عايز تخلصها خليها الليله مش مشكله ما تدخلش في حد معاي تاني لا خش والله هنصفوا الجو طب ممكن يا اخوان انا الرجل الغلبان تسمعوني ثانيه انا الرجل الغلبان ممكن تسمعوا الرجل الغلبان ده قام انت على دماغنا من فوق ممكن تسمعوني عشان الليله تسمعوني بس دقيقه واحده بس فيكم حد يختلف عن حب الحج الضوي انت يا عم الغول قلت البس وفي الاخر قلت انا نحب الحج الضوي ما فيش حد فيكم مقال عن حب الحج الضوي اصل ما فيش مشاركه مشتركه والله ولا بينا عطيان ولا بينا ورث انا ما فيش فيديو للغول مكان بسمعه كل يوم بتفرج عليه وعجبني المطعني اقسم بالله المطعني يحبك يا شيخ علي الطلاق بالثلاث احبك والمصحف الشريف يحبك المطعني لا خليه عليك عشان بس يسمع الناس ادينا احنا موجودين لحظه ايه كل ما كان عمل لك الصفحه اللي انت طالع منها دي مين ابو فهد ابو فهد اللي معانا قول يا ما اقول لك مطعني يا قول يا صاحبي اللي نفسك فيه والعقب يقول اللي نفسه فيه وخلاص انت اقول مش عمل لك مخالفه من الضوي ورديت عليه لا هو عمل هو خد الفيديو وحب يعمل حقوق ملكيه ورد عليه والراجل اتنزل عليه تقريبا لما اتكلموا يعني ليه في اللعب وليه في الدنيا ونزل الفيديوهات بس لما حصل بينه وبينه الثانية اللي ثانية حلها أول حاجة أنا الصفحة بتاعتي مع شركة بي بي تي في مش معاي احنا بنقول له يا باشا لا تغلط في حد ولا حد يغلط فيك يا مطعني قلنا يا شباب محترمين مع بعض صعب كلم نفسك على اللايف نقوله احنا على اللايف والناس كلها هتسمعنا والناس كلها بعد اللايف هتشتمنا من كل قال ما عدا أبو التركي وقال دول شلة علي ما عشان كده أبو ما حدش يقدر يشتم ابو تركي يا ابني بطل هري انت بطل هري بقول لك انت بطل هري انت بطل هري بقول لك ابو دقيق يا حاج حمدي يا ابو تركي دقيق بطل هري يا انت اللي خرب الدنيا يا بطل هري يا دقيقة يا حمدي عيب انا طلعت مشترك والراجل اعتذرت له احنا عايزين نصفى الامور الدنيا واقفه والوقفه احنا داخلين على عيد
ده احنا جايين نهدي يا اخوان معلش طيب يا محمد يا مطعم يكون شنطه طيب لو سمحتوا كان استاذنتوني يا جماعه كان استاذنتوني قبل ما تدخل الشخص ده معاك لا احنا انت اللي حكم انت اللي حكمت ان انت تدخل الناس كلها اللي حصل ما حكمتش انا لا 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 انا قلت لك ده متجاوز كلام انا قلت لك من الاول تبقى مكالمه جماعيه ما حدش عارف عنها حاجه قلت لي غلط كلمه قبل البس صح يا باشا بعد اذنك يا باشا بعد اذنك الراجل متجاوز انا انت لا لا اسمع هو ما تجاوزش هو هيقول اللي انت قلته هو ما حكمش انا قلت كده انا لا يمكن اسيب الدين على لايف لا يعني انا والضوء هنتقابلوا بكره في مكان واحد بس يا محمد طب اقول لك على حاجه اسمعني طب ممكن ننهي الموضوع دي يا محمد مش هختلط بيك حتى لو قابلتك في مكان يا مطعني ثاني انا ولا هفتح معاك خلاص ننهي الموضوع طب يا حمدي وانا امبارح لما قالوا لي وانا امبارح لما انا عشان راجل محترم لما قالوا لي المطعم رايح الحفله دي طب ممكن طب قادر اقول ما اروحش تقديرا لي طب انت مش هتحترمني وتقدرني طب انت مش هتحترمني وتقدرني طب مش انت مش هتحترمني وتقدرني يا مطعم لحظه ما حدش يقدر يقول عليك حاجه يا صاحبي الراجل قلنا المناقشه كله يستحمل بعضه كل واحد اللي جواه بادب نفسي اقولها لك احترام بادب واحترام احنا الواحد عمل راجل اتكلم بادب واحترام يا اخي عمل لايف بيعتبره هو اتكلم بادب واحترام لحظه احنا الواحد عمل لايف الواحد عمل لايف وقال في الفاظ بيعتبره نقطه سوداء في حياته يا اخي والله هو طب صل على النبي العالي الخرب الدنيا والله صل على الله صل على رسول الله قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله ما تدي العقب يا احنا عايزين ننهي الموضوع ده احنا هنقعد السنه كلها فيه ابو تركي يا ابو تركي يا ابو تركي لا يا ابو تركي يا حمدي تتكلمش ثاني يا ابو تركي احنا هننهي الموضوع ده يا ابو تركي حاجه اخيره بس عشان انا معايا مشروع يا ابو تركي قول 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 شهاده حق لله شهاده حق لله عشان قول له اسكت شهاده حق لله يا ابو تركي حق لوجه الله انت راجل دخلت بيوتنا واكلت نعم. من عشنا وملحنا هل نعم. احنا ناس هل احنا ناس مش كويسين او احنا ناس لا. مضيفين لا والله على طلاق بالثلاثه من حريم اثنين لو انت وحش لا اطلع اخبط فيك وانت عارف صدق باب صدق بالله انت بني ادم منافق ليه؟ انا مش مضياف أيوه. عشان احنا قلنا سيبوا يا دول سيبك من مضياف ولا مش مضياف دلوقتي سيبك مش ابو التركي ده بني ادم معفن لو قعد واحد شربه ب 2 دينار هيكتبها 14 دينار على على الصفحه يا راجل ما هو ده اصول مش هسيب لك الهارد في ال من الكلام بقول لك ليه يا باشا اسمع مني ده راجل ابن اصول عشان لو واحد شربه ب 2 دينار بيعتبرها له جميله عشان كده هو ابن اصول والله دي الاصول طب خلاص بالله عليكم يا جماعه الخير يا جماعه الخير يا ابو التركي يا ابو التركي يا غير الموضوع ننهي الموضوع مطعني يا عقبي قول الكلمتين اللي بتوعك عشان ننهو يا غالي والله اقول اللي حتقولوه انتوا احنا على عيننا وعلى راسنا عشان انا مستعجل يعني يشتم في الناس ويرجع يقول لك خليك في حالك انت خليك في حالك عشان انت خليك في حالك قلنا اسكت صل على النبي يا حجدوي حجدوي لا انتوا اثنين اخوان انتوا اثنين اخوان يا دقيقه ما طلع اثنين اخوان مع بعضكم ومكملين بعضكم احنا جايين لليل تعيد قلنا خليك في حالك بقول له خليك في حالك عشان ده اساس الفتنه هو دقيقه ما دقيقه يا حمد اسكت دقيقه عليه العظيم ولو جابني بكره بقول له ما تكلمنيش بعدين يا دقيقه مطعني رايح ما تكلمنيش نهائي انت بالذات ما تكلمنيش انا مشكلتي ادينا دقيقه مطعني ادينا مطعني قول يا عقبي انتوا ما افترضوش على بعضكم يا عم قول يا عقبي قول يا عقبي قول على النبي يا عم قول عليه افضل الصلاه والسلام لا هو يذكر لا اسم العقبي ولا اسم المطعني ولا اسم اي حد خلقه ربنا يطلع يقول يا عمي انا اسف لاخواتي الصغيرين قالها دلوقتي مش طالع قالها دلوقتي قالها دلوقتي دقيقه مش هطلع تاني انا والله ما تحسبونيش ان انا قلت بنفسي لما طلعت يا جماعه ما تقلونيش يعني احنا ناس قليلين لا 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 احنا ناس قليلين قلت بنفسي انا ناس قليلين وقلت اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها من الاخر
انا قلت يا ابني احنا ناس قليلين من عيل. اسمع مني، الناس تجاوزت في عيلتي وفي اهلي وفي ناسي. لا دول ما تتجاوزوش، لا 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 دول ما تتجاوزوش، دول ما تتجاوزوش. لا لا خلاص كده، لا لا العقب، لا العقب ولا المطعم. انا مش هجاوز في الاعتذار. ايه الوطايه دي؟ مش ما احنا، لا احنا لما كلمناك قلت انا مشكلتي مع واحد اسمه اشرف قال الفاظ خارجه. حدش قال عليك الفاظ خارجه، احنا قلنا لك اللي عاد قال عليك من الاخر كده. فانت راجل قلت اهدو، قلت اهدو. الموضوع انتهى. راجل هرايق، الموضوع اتحل. اسمع مني، اسمع مني راجل. بص بص يا باشا راجل، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي في اللي ادى مخالفات لحد على فيديوهاته، هو سارقها منه. ليه؟ انا بعمل يعني انا الشركه بتاعتي ببلغ الشركه واقول لهم الفلان ده شتمني سيبك من الموضوع. خلصت الموضوع يا احمد. اي يوتيوبر يا احمد، اي يوتيوبر يا احمد، يا احمد ما تصبر شويه يا ضوي، ما عقبه ما تصبر. اي يوتيوبر يا احمد، يا احمد ما دقيقه عدم له فيها يا اخي. عمل لك مخالفات، اعمل له مخالفات انت يا احمد. تعز الصفحات كلها تبلت زي يا احمد. يا احمد يعني انت مسكت فيها المخالفه دي يا حمدي؟ بعدين صف الامور يا عقبه يا اخي. اسمع انت ثاني يا ضوي، انا اقفل الباب خلاص. انا غلطان، انت حتقول غلطان وهو حيقول لي اصبر وانت لا. انا اقفل الباب. اسمع اسمع اسمع، لا 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 اسمع يا احمد، يا احمد، يا احمد.